طيب الاهلي هيواجه القطن الكاميروني يوم السبت المقبل، مباراه مهمه جدا وهي مؤجله من الجوله الاولى. زي ما استعرضت قبل كده واتكلمت على فكره القطن الكاميروني هيلعب مع الاهلي السبت، يسافر السودان يلعب مع الهلال يوم الثلاث، ويمكن الموضوع ده يمكن عمل ردود فعل ايجابيه لان احنا شرحنا تفاصيل محدش كان واخد باله منها في الحلقه اللي فاتت يوم الاثنين. الحمد لله يمكن قدر الامكان بنحاول نركز معاكم زي ما قلت في التفاصيل الخاصه بمباريات الاهلي الفتره اللي جايه. طب الاهلي هيلعب مع القطن يوم السبت، طاقم تحكيم من موريشيوس هيدير هذه المباراه، وبعد كده هيلعب مع القطن يوم الجمعه بعد القادمه يوم 17 مارس في جروه، وهيديرها حكم كيني، طاقم كيني بقياده بيتر اويرو. طب فريق القطن الكاميروني خسر من سان داونز 1-3، وخسر من الهلال السوداني ايضا كمان 1-2، فبلا نقاط في المباريات الاخيره وعنده مباراه مؤجله مع الاهلي. ازاي يقدر الاهلي يواجه القطن في ظل ان الاهلي اكيد عنده ضغط مباريات محليه، في راحه لعدد من اللاعبين، في غيابات الله اعلم ممكن تكون وارده بنسبه كبيره على مباراه القطن الكاميروني زي مثلا حسين الشحات، محمود متولي، احمد عبد القادر، خالد عبد الفتاح، كل ده هيبقى ممكن تكون غيابات في مباراه يوم السبت اللي جاي. لكن محتاجين نعرف بقى القطن بيلعب ازاي، معدل الاعمار السنيه في بطل الكاميرون ازاي، خسر اول مباراتين وهل عنده حظوظ في مواجهه الاهلي، هل فريق بدنيا قوي، هل فنيا ضعيف، كل ده هنعرفه بالتاكيد من خلال زميلنا محلل الاداء والمحلل الرياضي الكابتن محمود شاكر. كابتن محمود ازيك، مساء الخير. مساء الفل عليك يا محمد، وحشني جدا جدا. الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اكيد ان انا متواجد معاك. احنا اسعد ومحتاجين نستفيد بوجودك معانا، وعايزين نعرف منك يعني الاهلي هيواجه القطن، النتائج هل معيار الفريق القطن زي ما شرحت بقى واتكلمت، هل فريق قوي بدنيا ضعيف فنيا، الكلمه معاك بقى تشرح لنا كل التفاصيل. خليني اخد من كلامك، فريق القطن الكاميروني هو مش بس خسر مباراتين بتوعه في دوري المجموعات، خسر كمان اخر مباراه في الدوري الكاميروني قدام ايدنج سبورت. تمام. يعني هو خسر اخر ثلاث مباريات، هو فريق بصراحه في المتناول بشكل كبير جدا جدا، زي ما شفنا نتائجه سيئه جدا، وان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يوم السبت هيبقى الموضوع ان شاء الله او المباراه هتكون سهله ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن هو فريق بدنيا عنده قوي جدا بدنيا، ولكن عنده عشوائيه كبيره جدا 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 في التمركز. عاوز اقول لك ان معدل الاعمار بتاعته قليله، ولكن ابرز نجم عندهم هو لعيب اسمه باشنت واسو، وعلى فكره واسو ده هو اللي جاب الجونين، يعني هم خسروا 3-1 و2-1، هو اللي احرز الهدفين في المباراتين، هو اكتر لعيب بيتحرك، هو دايما بيلعب ناحيه الوينج رايت ودايما بيقطب محمد لجوه، بيستغل دايما ان هو بيلعب في ظهر الباكات، هو اكتر لعيب بارز عندهم. ولكن هم عندهم مشكله كبيره جدا جدا جدا، سواء في الكور العرضيه في التمركز، خصوصا في الركنيات. يعني الهلال السوداني فريق متمرس اكتر من القطن الكاميروني، ولكن برضو الهلال كان عامل ماتش كبير جدا على القطن الكاميروني، وكذا كوره خطر جدا كانت الكور الثابته. عندهم مشكله دايما ان انت لو فكرت ان انت تعمل عليهم التريكات اللي بتتعمل بتاعت الكور الثابته، عندهم عشوائيه كبيره جدا في التمركز. حاجه ثانيه كمان، في لعيب اسمه حسنه ولعيب اسمه جوني علي، ده السنتر باك اللي بيلعب ناحيه اليمين، والباك رايت اللي بيلعب ناحيه اليمين اسمه مادو حسنه، الاثنين دول عندهم مشكله كبيره جدا في الهاف سبيس ما بينهم. طبعا انت محمد عارف ان الهاف سبيس هي تكون دايما المسافه اللي ما بين السنتر باك والباك اللي جنبه، سواء على الناحيه اليمين او سواء على الناحيه الشمال، فهم عندهم مشكله في الحته دي بشكل كبير جدا. حاجه ثانيه، لما بييجوا يلعبوا بيضموا كل اللعيبه وبيحاولوا ان هو يقصر المسافات ويضيق المساحات، وان هم يلعبوا كانهم كومباكت مع بعض في المناطق الضيقه، بيبقى عندهم عشوائيه كبيره جدا جدا في التمركزات، وده اللي لازم النادي الاهلي يستغله. ولكن يا محمد خليني ارجع لك لنقطه، زي ما انت بتتكلم الغيابات والمشكله، انا شايف ان المشكله اللي دلوقتي اللي بتواجه النادي الاهلي هي اللياقه الذهنيه، كم الضغط الذهنيه. طبعا الذهنيه دي، بص، طول ما انت ذهنيا عندك مشكله ده هياثر على قراراتك في الثلث الاخير في الملعب، هياثر على قراراتك امتى اباصي امتى اشوط، كل ده بيبقى مشكله كبيره جدا. ضغط المباريات والسفر الكتير اللي بيتعرض له دلوقتي للنادي الاهلي هو اللي بيعمل المشاكل اللي انت بتشوفها دايما في اواخر الدقائق. انت لو تبص على المباراه اللي فاتت للنادي الاهلي، مباراه امبارح النادي الاهلي نادي الداخليه تعادل في اخر الدقائق، مباراه سان داونز نفس الكلام برضه تعادل في اخر الدقائق، مباراه كاس العالم النادي الاهلي في اواخر الدقائق دايما بيتعرض لمشاكل كبيره جدا، دي بسبب اللياقه الذهنيه. اللياقه الذهنيه لو المردود البدني بيتاثر جدا جدا باللياقه الذهنيه، لانه زي ما بقول لك بياثر على قراراتك. بس يا محمود معلش يعني عايز اقطعك في الجزئيه دي، بس في تدوير وفي روتيشن
ويعني ماتش اسوان مثلا في ست سبع عناصر جديده ما لعبتش ماتش الهلال، بعد كده جيت لعبت ماتش سان داونز لعبت بعناصر ما لعبتش ماتش اسوان، يعني التدوير أنا معاك. بص، التدوير هو السلاح دلوقتي ذو حدين، وما أضحكش عليك، الناس اللي بتهاجم مارسيل كولر دلوقتي بتقول إن الراجل بيعمل روتيشن كتير تدوير كتير. يا جماعة، وأنتم متخيلين النادي الأهلي في آخر شهر لعب في كام قارة؟ يعني مع النادي الأهلي سافر وراح وجه ويروح هنا شوية ويرجع هنا شوية، يرجع مصر ويلعب مصر، مش في القاهرة، يلعب في أسوان. فلازم تعمل تدوير، ولكن هي المشكلة كلها دلوقتي في إن أنت بتثبت عندك في أماكن في الملعب يا محمد، لازم تبقى متثبت. المشكلة إن أنت دلوقتي واحد زي محمد عبد المنعم أفضل مدافع في مصر، للأسف مصر مصاب، فبتدخل مكانه حد مثلا من رامي ربيعة أو ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم أدى مباراة كويسة، رامي ربيعة كان عنده هفوة بتاعة الهدف. نفس الكلام برضه في موضوع الفيرود، بتشوف إن محمد شريف كان متألق بشكل كبير جدا قبل كأس العالم، بعد كأس العالم الموضوع تغير بشكل كبير وبقينا كهربا. وعاوز اقول لك نقطه مهمه جدا جدا على كهربا، هو ليه كهربا اللي مش مهاجم بيلعب افضل من مهاجمي النادي الاهلي؟ ببساطه شديده جدا، كهربا ذكي جدا جدا في تصرفاته في الثلث الاخير وخصوصا جوه ال 18. يا محمد انت بتتفرج على كهربا، كهربا مجرد بيعمل الباص على طول بيقطع على البعيده، بيفضل نفسه المساحه، وده اللي احنا شفناه وتعودنا عليه من اول الثنائيه اللي كانت تعمل ما بينه وما بين حمدي فتحي. فاكر في اول مباراه في سموحه لما نزلها، بعد كده مباراه نادي الزمالك، صحيح الكلام ده كله. كهربا بيشغل دماغه، كهربا ذكي جدا. امبارح لفه وسطه كانت اكتر من رائعه، برغم ان كهربا امبارح كان عنده ميس باص كتير جدا، ولكن زي ما بقول لك مارسيل كولر مباراة يوم السبت في المتناول. ولكن الأهم يا محمد من اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، الأهم من أداء الأوسط الكوروني الكاميروني، هو قيمة الفرصة، قيمة الفرصة اللي هتفرق مع النادي الأهلي بشكل كبير. مباراة زي مباراة الهلال، فرصة حسين الشحات لو جت كان المباراة تختلف بشكل كبير، المجموعة كان ترتيبها كلها اختلفت طبعا خالص. وكل الكلام اللي احنا قعدنا نتكلم فيه وننتقد ونقوله ما كانش حد هيتكلم في الكلام ده محمد بشكل كبير. نفس الكلام برضو مباراة سان داونز. فأنا عاوز أقول لك قيمة الفرصة هو الشيء المهم جدا 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 للنادي الأهلي. وحاجة تانية، عارف عاوز تقول حاجة، بس أنا أقول لك محمد على حاجة، خلص الماتش بدري يوم السبت، دي أهم شيء. ما تخشش مع الناس الافارقه دول وتطول الماتش وتعلي الريتم عندهم، علشان انت اللي هتتعب. لا ما هي عشان انت هتتعب بقى لازم، ما هي دي النقطه اللي عايز اكلمك فيها، عشان انت هتتعب. انا ببص مثلا على لستة الفريق بتاعه القطن الكاميروني، انت بتتكلم اكبر لاعب سنا في فريق القطن الكاميروني مواليد 97، يعني انت بتتكلم ستة، يعني اكبر لعيب، لا اكبر، مش بتكلم صغيرين بس، اكبر لعيب في الفرقه عنده 26 سنه. ده حقيقي، عاوز اقول لك نجم الفرقه اللي انا بقول لك عليه اللي هو اسمه باشن تواسو، ده هو اللعيب رقم 7 عشان الناس تبقى فاكره، 18 سنه، 18 سنه هو نجم، مواليد 1/1/2004 بالظبط كده. فبقول لك بس خد بالك، عايز اقول لك على حاجه يا محمود، لما تلاقي لعيب 1/1 دي يعني ما تاخدهاش ثقه. انت اكيد فاهمني. انت اكيد فاهمني. احنا عارفينهم خلاص وحفظناهم بقى، فاهمني ازاي؟ بس يعني برضو يعني الاعمار قليله والخبرات بالزبط مختلفه تماما عن خبرات النادي الاهلي. ولكن زي ما بقول لك يا جماعه، احنا لازم نتعلم من الاخطاء اللي احنا بنقع فيها. اخر 10 دقائق لازم التركيز يبقى بشكل كبير جدا جدا، او ربع ساعه عند لعيبه النادي الاهلي لو النتيجه فرق واحد بس. حاجه ثانيه، لازم نخلص المباراه من بدري، ما تدخلش الماتش ان الماتش يفضل يروح ويجي معاك، والماتش بلغه الكره كده يتعفرت معاك، ويبقى الماتش سجال وانت اعلى في كل حاجه. هي دي المهمه جدا جدا. النادي الاهلي يا محمد، انا اسف انا قبل ما اقفل معاك سريعا، النادي الاهلي يا جماعه مش وحش، مارسيل كولر عامل مباراه اكتر من هايله، ولكن فيها فوات فرديه هي اللي بتخلي الصوره تطلع كده في الاخر. ولكن النادي الاهلي كويس جدا جدا، ولكن زي ما بقول لك هي تفاصيل صغيره، لو النادي الاهلي اتمها بشكل صحيح ما كناش هنلاقي كل الاعتراضات اللي احنا بنقول فيها، ونخش في حزب البرما والكلام ده كله زي ما بقول لك مباراه الهلال او مباراه سان داونز. ولكن ان شاء الله باذن الله تبقى بدايه قويه جدا جدا لعوده النادي الاهلي مره اخرى للوضع الطبيعي بتاعه في المجموعه. وعاوز اطمن الجماهير برضه يا محمد بحاجه، اخر سنتين او اخر ثلاث سنين، يعني من اول البطوله بتاعت كايزر تشيفز اللي هي البطوله العاشره، وبطوله السنه بتاعت الوداد، النادي الاهلي اول مباراتين لم يحصد الا نقطه واحده فقط، وبعد كده شفنا النادي الاهلي راح الفاينل. فمش عاوز الناس تتشد، ان شاء الله باذن الله مباراه تبقى في المتناول، وباذن الله نعمل مباراه اكتر من رائعه مع سان داونز، ونقدر ناخد الست نقاط دول، ويبقى الموضوع باذن الله بسيط، باذن الله يقدر يتاهل ان شاء الله. محمود انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وكان مهم جدا يعني نلقي الضوء على فريق القطن الكاميروني ونتكلم عليه قبل مواجهه يوم السبت المقبل. ده كان كلام مهم جدا. طبعا الكابتن سيد مستر كولر اتكلم مع اللعيبه في اوضه اللبس بعد مباراه الداخليه، نتمنى يكون في تركيز واهتمام خلال الفتره اللي جايه، والتفاصيل اللي في الدقائق الاخيره دي كان دايما هي بتميز الاهلي مش العكس.
فنتمنى الأمور ترجع لنصابها الصحيح خلال الفترة اللي جاية. فاصل ثم نواصل.